هذا سائل يقول: أنا قادم من خارج المملكة وأديت العمرة عن نفسي، فهل يمكن أن أحرم مرة أخرى بالعمرة عن نفسي ثانية؟ قلنا في الجواب الذي مر قريبا أن ما هو بالأحسن أن الإنسان يخرج من مكة ويجيب عمرة من التنعيم أو من غيرها. الأحسن أنه يبقى في مكة، صلاة في هذا المسجد عن 100,000 صلاة، يصلي في هذا المسجد ويطوف بالبيت، وهذا أفضل له من العمرة، هذا هو الأحسن. إذا راح للعمرة وأحرم ضيع هذا عليه وقت كثير، وفوت عليه صلوات في هذا المسجد. فالأفضل للقادم إلى مكة إذا أدى العمرة أن يبقى في المسجد الحرام، يصلي ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت، هذا أفضل له من تكرار العمرة. نعم.